صباح الخير يا جماعة. ايه صباح النور. شو ان شاء الله الرسالة من حسان؟ ايه والله من حسان. هاتي هاتي خبرينا. طولي بالك شوي. شو استلم الشغل ولا لساته عواطلي؟ لا استلم وبعت احوالي كمان. ايه نحن بلا عمله صعبه ما قادرين عليكي. ليش في عمله مو صعبه؟ معناها صار بدنا الحلوان من سعادها. ايه تكرموا من عيوني كمان. بس ما يكون كاسه شاي؟ لا يا استاذ صبحي، ان شاء الله بكره الفطور على حسابي انا. لا على حسابي انا، لانه فرح سعاد مثل فرح بنتي سوسن. لا خليل، كم مره صرت قايل لك قيم هي من الطريقه؟ ما بتسمع؟ خلص اللي بايدك. ايه وفوت لك مفصلات للشبابيك. هلا بركب لهم فرن بيي. ها والله صرت اتعب يا ابو خليل. ختيرت. يا ترى وين اراضيك يا حسان؟ ولك مع كل مشاكلك كنت شايل عني كتف. على الله. جوانا تعيدي لحظة هون. لا استطيع، سينتهي من لامني برساء. أنا لازم أشوفك برات المطعم. جوانا أنا لولاكي ما بجي لهون. حسن، سأذهب معك بعد ساعة. إيه دخيل هسان أنا. إيه طالعة من تمك مثل العسل. إيه أختي إنصاري، أبو خليل ما فتحك بسيرة منى؟ مبلا. وقال لي إنه هو ما موافق على هيك موضوع من أساسه، وقال لي إنه منى بتستاهل أحسن شب بكل هالضيعة. ليش خليل مو من أحسن شباب الضيعة؟ مزبوط، بس خليل بده شي 10 سنين ليأسس حاله ويكون مستعد للجواز. لوقتها بتكون منى تجوزت وصار عندها أولاد. بس يا أم صالح أنتي لازم تقنعيها، ما بده مين يقلك. تفضلي مرت خالي. قهوتك مشروبة يا منى. مرت خالي أنا هلأ ماني مفكرة بالزواج، لا من خليل ولا من غيره. بس يا منى لا تؤاخذيني بهالكلمة، يعني صار عمرك هديك الحسبة. مرت خالي المي غليت، عندي شوية غسيل بدي أغسله. طيب يا منى، إذا ما بجوزك لخليل ما بكون أنا أمه. شو فرحان؟ معصلجي معك المسألة؟ والله هي صعبة، لكن الله بيعين. إذا بدك مساعدة أنا جاهزة. شكرا. خذ اشرب نسكافيه لك. يسلموا. متأخر حسان بنو؟ اي نعم يا سيدي، لأنه حضرته ما اجى لوش الصبح. وين؟ راح فيا حسان. خليه لسه بدري. شو بدري ما بدري، لازم في حاجته بقى. واخيرات حسان، ممكن تفهمني شو قصتك؟ ولا شيء. كيف ولا شيء؟ مو ملاحظ صار لك 5 6 أشهر مانك طبيعي ابدا؟ بصراحة متعرف على بنت بتشتغل بمطعم. ممكن تقول لي انه مطعم؟ المطعم القريب من المينا. مطعم القبطان، عرفته، هذا أكثر ما يروح عليه العمال العرب والأجانب. في بنت اسمها جوانا. حسان لا تفوت هيك فوتات، لا تنسى انك رجال متجوز. متجوز هنيك مو هون. لا يا حسان لا، هذا مطعم مشبوه وكل مده بيتعرض للهجوم من الشرطه، انتبه على نفسك يا حسان. يعني هذا المطعم بتجرى فيه عمليات تهريب مخدرات وتهريب عمله واشياء ما بتسوى نهائيا. سيدي بطلنا نروح عليه. اصلا باخرتنا طالع بعد بكره برحله طويله. اللي حسن
بعتت شي على البلد؟ بعد هديك الحوالي لا. ليش؟ ما انت بتعرف انه مرتك على وش ولادة وما في غير بتبعت رسائل وجنبك ما بترد. بعدين صرعتوني كل جلسة سعاد سعاد، هاي ابوها وامها عندها وما حيصير عليها شيء. يا سيدي من وقت ما سافر حسان لهلا ما بعت غير حوالي وحده بس. كل هالمده بحوالي وحده؟ شو بعرفك، يمكن عم يصمد ببلاد برا. يا سيدي الله يوفقه ويرجعه بالسلامه يا رب. ابو سوسن انت بتتذكر ابو لحسان يوم سافر وترك مرته الله يرحمها؟ اي لك، كان حسان ابن 4-5 سنين تركها وطلع ليشتغل وما عاد رجع، ومن يومه ما حدا بيعرف وين اراضي. يا سيدي ويمكن مات من بعد ما ترك الضيعة، مين بيعرف؟ ولك ما في أحلى من أهل ضيعتنا، ما خلوها لأم حسان الله يرحمها تحتاج لشي. الله يرحمها، كلنا ما قصرنا معها، وحضرتك صرت تهتم بحسان أكثر بعد ما ماتت. عمال منيح وكب البحر، وعند ربك ما بيضيع شي. حسان ما بيعرف يشتغل شي يا بي، وصدقني يا عمي أبو سوسن لو ضل هون كان خلانا نترك صنعتنا ونبيع المنشرة. شو الحكي؟ حسان بده يبيع المنشرة؟ حسان مولدن شوي يا أبو زوزن، لكن الغربة شبه الغربة يا أبو خليل، يمكن جلسه هذا اللي خايف منه، خايف الغربة تكسره تكسر قلب سعاد معه. لا بي، أنا ما بدي قلب سعاد ينكسر، هي أختي وأنا كثير بحبها. يا أبو سوسن، أبو سوسن، يا أبو سوسن. خير عبدو؟ مساء الخير سوسن. أهلين. أبوك هون؟ لا والله، من شوي راح زيارة هو وأمي. خير في شي؟ لا لا ما في شي. يلا خاطرك سوسن، كيف أم بيت حماكي؟ منى منيحة. منى؟ وشو جاب سيرة منى؟ أنا عم بسألك عن خطيبك صالح. شوف عبدو، منى لاحظت عليك بعض الحركات، وإذا بذهنك شي جدي قرب وخطوب البنت. ليش هي حكت لك شي؟ بقصد يعني لمحت لك شي يعني؟ عبدو فكر منيح وقرر، وإلا بعيد عن البنت وتركها بحالها. طبعا لازم فكر، ولو أنا اللي بفكر. ما بيكفي إنك تفكر، لازم تقرر كمان. سوسان بكرة شوفي شو رح ساوي بخاطرك. مع السلامة. أنا آسفة سعاد، كنت عم بحكي مع عبدو كلمتين. مع عبدو؟ سوسن، أنا سمعت حكي عليك أنت وياه. أنا؟ لا يا سعاد، عبدو مثل أخي وما في أطيب من هيك. أخ، المشكلة إني ما بقدر أحكي. لا سوسن احكي، بس بشرط ما بتجيبي سيرة لحدا. عبدو بيحب منى أخت صالح وبده إياها. ما بتعرفي قديش ريحتيني سوسن حبيبتي. انت بتعرفي شلون حكي الناس، خاصة بالنسبة لنا نحن النسوان الغايبين جوازهم. كل شي ساويته اني حكيت معه مشانه. هلا المهم بدي اياكي تسألي لي صالح عن اوضاع حسان وليش رسائله قليلة. عمي بعت لك مصاري؟ بعت مرة وبعدها لا مصاري ولا مكاتيب. الاغراض وصلوا للجماعة مثل ما فهمتيني. هل قال لك شيء؟ قال وسوك على شيء. لا لا، بس السفرة الجاية طلبوا مني مر لعندهم لأنه في شوية أغراض بدهم يبعتوهم إليك. متى ستكون سفرتك القادم؟ مو مبين هلا، بس جوانا في موضوع لازم أحكي معك. خير، هو لأي شيء؟ ليش ما نتجوز ونعيش سوا؟ أوف، بهذه الصورة؟ بكير حسان بكير، لأننا لم نعرف بعد إلا مدتك قصيرة. جوانا أنت دخلتي قلبي بسرعة، حاسس حالي بعرفك من زمان. بعد إذنك هناك زباين، أرى إن حرارتك ارتفعت أكثر من اللازم. إذا ما تجوزتك وبصير المحل اللي ما بكون حسان أنا. تفضلي امي. يسلموا هديات. الله يسلمك امي. انت ليش وشك دائما ناشف بوش سوسن؟ سبحان الله، البنت ولا دخلت على قلبي.
بعدين سمعت طراطيش حكي بالضيعة إنه واحد سرسري يا لطيف على هالضيعة ما لا غير الحكي الفاضي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. إن شاء الله ما عزبتك البار كثير. والله شوي. وأنت ليش تأخرت لهلا؟ سمعت أنا وطالع من الجامعة عم بيقولوا إنه أخذوا سعاد على المشفى. يا لطيف ألطف. شبهها. لا تخافي. بتصور حالة ولادي. الله يقيمها بالسلامة يا رب. آمين يا رب. طالما هاك الهمكن هالقد ليش ما رحت معه؟ رحت وما لحقت. المشفى بعيد وسيارات ما في.
بكرة بننزل كلياتنا سوا على المستشفى. قوم. خليل؟ يا خليل؟ يا خليل؟ عبدو؟ ولدة سعاد؟ شو بيعرفني؟ قوم شوف شو صار معهم. وانا اسف خيو بعتذر. طيب البارح وين كنت سهران؟ يا جماعه كنت جايب معي شويه اغراض لجوانا ووصلت لها هون. في شيء هاي؟ وحضرتك رجعت من عندها مطفي. لك حسان، لك انا خايف عليك يا مجنون. خايف انه جوانا تورطك بشغل تهريب عملي او مخدرات او شيء ما بيسوى. اخي لا تخاف علي، لا تخاف. بعدين كيف بتشيل اغراض من بلد لبلد ما بتعرف ايش فيهم؟ وبركي كنت حامل مخدرات وما عندك خبر. خلاص خلاص ما عاد عيدها. جوانا ما بتغشني، بس بتعرف عندها بيت بيطير العقل. حسان واحد كتير كويس. Thank you.
خلصتوا؟ إلهي ندفنك يا حسان مثل ما دفناها الصغير. استغفر الله العظيم، حرام الحكي يا بنت الحلال، استغفري ربك. روحي خليكي جنب بنتك، لا تتركيها وحدها. الله يسامحك يا حسان، الله يسامحك. صباح الخير. اهلا صباح النور. خير عمي ابو سوسن، شو اللي اخرك؟ تركيها لله يا بنتي، ما لحق السياره الصبح، رفعني غياب. ما هي بسيطه بسيطه ولا يهمك، انا رح احكي معه. بس طمني شو اخبار سعاد؟ الله يصبرها على مصابها يا بنتي، بكرها وضاع، ومن حسان لا حس ولا خبر، ما ضل حدا من الجيران الا وزار. الله يجزيهم كل خير، حق علي، كان لازم زوره. سوسن، شو لوين رايحه؟ رايحه اشوف سعاد شوي. تروحي معي؟ لا ما بقدر، عندي فستان لازم خلصه. بس ليكي اوعى تجيبي لها سيره المكتوب، ها بتكفيها مصيبتها. هلا رايحه اطمن عليها شوي، لازم اكون معها بهيك ظرف. حسان وضعه مو تمام، والا صالح ما كان كتب عنه هيك. حسان طريقه للضياع يا سوسن. تخيلي بخمس كلمات لخص صالح فيهم كل شيء. سوسن انا ممنونه كثير مشان عبده. ولا يهمك، بس ليكي اوعى تدرى امي، ها امي ما بتحبه لعبده. لا بدي اخبرها مشان تكسر لك هالراس. إيه لا ما بتساويها، واذا ساويتيها رح تشوفي كيف رح خلي صالح. شو رح تخليه يساوي يعني؟ رح خليه يحبك اكثر. تحكي سعاد، تحكي، خليني نسافر مرتاح. مالي نفس اضحك، لانه هالسفره من اساسها مو عاجبني. ان شاء الله برجع لك مليونير يا سعاد، وبنشتري. وايمت رح ترجع؟ حسب التوفيق، سنه سنتين، بس مو اكثر من ثلاثه. حسان انت بتعرف الضيعه منيح، صالح ماله سنه مسافر والسنه السوق بلشت تنهش بمرته. سعاد انت هون، انت هون عند اهلك، شو مخوفك؟ آه يا حسان، شو سويت فيني بغيابك؟ أهلين سوسن. أهلين. لا الحمد لله اليوم شايفتك أحسن بكتير. ايه الحمد لله، اصلا انا مليت من قعده البيت وصار بدي ارجع للوظيفه. قولتك تنسي وبتتسلي. سعاد ليش امك كل ما تشوفني بتقلب بوزه فيي؟ شوفي سوسن، الافضل انك تحاكي لمنى وتخلصينا من هالشغله بقى. ليش ما حضرتك تحاكي لي اياها؟ مو انت اخته لخليل؟ شو بعمل لك، ما كلفتني. طبعا لانه بتعرف انك ما بتساويها. لكن منك الا تصطفله. حسان أنت بكرة مسافر ساعة سابعة، انتبهي حسان وكن حذرا. خايف علي؟ أصبحت غالي علي ومهم جدا بالنسبة لي. يا حبيبتي يعطيك العافية. الله يعافيكي. خير شبك أبو خليل؟ ما في شي ما في شي، حملت قرمة جوز بيظهر كبيرة شوي، لمع ظهري شد وما عاد فك.
ايه فكر حالك لساتك شاب. وينه خليل؟ خليل راح مع عبده هلا بيجي. راح احط لك لقمه عشاء. لا 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 مالي نفس بنوم. وين سعاد؟ بغرفتها كانت عندها سوسن. سوسن؟ يا ترى شو اخبار صالح؟ ما سالتها. بيني وبينك ابو خليل صحبتها مع سعاد مو عاجبتني. ليش بقى؟ البنت مؤدبه وبنت على مناس. ايه بس بلشت ريحتها تفوح بالحاره. تقي الله يا بنت الحلال. انا ما دخلني، عم يحكوا عليها هي وعبده. عبده رجال ادمي وخدوم. ادمي مو ادمي، انا ما بيهمني غير بنتي سعاد. شبه سعاد اخ كمان عم يحكوا عليها. مو هيك قصدي، بس لازم نشوف لها حل مع حسان. بنت مثل الورده، لا انت بتضل هيك، انت ابوها ولازم تتصرف. ما فهمت عليكي، شو بتقصدي؟ بالمشرمحي لازم نطلقها من حسان. تخي الله لك، شو انت مجنونه؟ الرجال ما عاد بين له حس، والبنت لقيمت بدها تضل هيك. ولا حرف. لك شو بدك يعني طلق بنتي بايدي؟ ولا حرفها ولا كلمه. الحق مو علينا يا زلمه، الحق عليه هو. طيب رح احط لك لقمه عشا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا عوضنا ندعي لهم بغربته. يا ربي دخيلك ترجعون سالمين غانمين يا رب. طلعونا حب يبين لغرب الوطن حالونا. لك يا فرحان؟ فرحان؟ نعم. ايش تبغى مشروع؟ لك شو عم تساوي؟ لك اشتهيت شي مرة بس انه عليك الا لاقيك بالمطبخ وعم تاكل، شو قصتك؟ الأكل حرام ولا حرام؟ لا الأكل حلال وصحتين وهنا، بس صاير فيك مثل هذاك المثل اللي بتقوله عندكم، الأكل أكل حوت والحال منحوت. الحال ما اسمه الحوت، مشان كذا على حرام. لك لا عم بمزح معك تاعو. الله الله يسلم الديات. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا مثلا لو مرتي بتسافر وبتنقطع أخبارها عني بتركها لو إلي منها سبع أولاد. بس يا أستاذ كل إنسان منا وإله ظروفه. لازم الواحد يقاوم هيك ظروف. ولا أنا غلطان يا مدام سعاد؟ إذا كنت بتقصدني بكلامك. لا لا أبداً، أنا عم أحكي بشكل عام. طالما بشكل عام إذا أنا مع الأخت نجاح. معلوم كل إنسان أقرب وجعه من غيره. هي صالح كتب كتابه على بنتي وسافر، معقول تتركه؟ وليش لا؟ طيب مو ظلم إنه تضل تنطر هيك الهوى؟ الظلم إنه تتركه. رجال سافر يتعب ويشقى، وإذا ما رجع بتكون دفنة شبابها على الفاضي. مو حرام الجمال يموت بأرضه؟ شو نفع الوردة إذا ما كان إلا حدا يشمها؟ الوردة بتحمل قيمتها فيها سواء حدا شمها ولا لا. بعدين في ناس ما بتستاهل إنها تشوف وردة، فكيف تشمها بقى؟ يا طيب يا ابو صوت حلو يا ابو الخل. دخيله دخيل من جيله. يا اهلا بي، تشرب مي؟ لا يا بيلا الله يرضى عليك. اليوم الصبح شفت الباب تبع الاوضه التحتانيه مخلوع. ايه خد شاكوش وكم مسمار وصلحه. نجار وباب مخلوع، مين بيعرف يمكن حالنا كمان. لك مين بيصدق انه حسان يعمل هيك؟ ليكني انا بصدق. تسعة اشهر لا حس ولا انس، ما حدا بيعرف وين اراضيه. وما رح نعرف يا بي، ما رح نعرف. لك حتى صالح ما بيجيب سيرته بالمره كانه مو موجود. روح بيروح، روح صلح الباب. هلا انا بدي روح صلح الباب عن جد. لك ايه انت بتصلحه، شو ناقصك؟ والله ما ناقصني شيء، بروح بصلحه. ها حسن، انا سويتيك عنوان وانتي تسلم هذا الشيء وبس. اوف كمان لك قرايب هنيك؟ قريب واحد فقط وغني غني كبير. بيدفع دولارات؟ حسان انت واحد تمام.
سعاد، لأنت بدك تضلي عم تستني؟ يا أمي الغايب مزرومان. لك أمي شو هالعذر؟ سنة لا خبر لا رسالة لا مصاري. ما حدا بيعرف شو صاير معه يا أمي. سعاد اسمعي مني ولحقي حالك. شو يعني؟ يعني ألف واحد ببوس إيدك. أمي أرجوكي، إذا مزعوجة مني بس كن لوحدي. لوين رايحة؟ صار لازم أكشف على البيت شوف العمال لوين وصلوا بالشغل. لا تكوني زعلتي مني. ولك أمي والله أنا بدي مصلحتك. لا تخافيني، مصلحتي وبعرف أمي. يا رب سامحني إذا كنت غلطت بحق هالبنت. يعني مو حاجته يا خالتي، مو لازم يرجع. والله ما بعرف شو بدي قلك. يمكن لسه دورته ما خلصت، وصيته أول ما يخلص يرجع رأسا. صرنا سيرة أهل الضيعة، ما عم بعرف شو بدي ساوي. الحق عليكي، مو أنت اللي لازم تعرفي هالشي. آه لو كان المرحوم عايش كان قص لسان كل واحد بيحكي عليك بكلمة واحدة. بس أنا ما غلطت بشي وأنت بتعرفيني منيح. صحيح ما غلطتي، بس وقفاتك مع عبده لازم تخففيها شوي. كل هالشي مشان عبده؟ شو هالناس هاي؟ ما بتعرف تقدر ظروف حدا؟ بدي اسألكم سؤال. تفضل. سنة ونص ونحن بنسمع هاي الأغاني، بشرفكم ما مليتوا؟ بحب أقول لك شغلة، هالأغاني ما هي اللي بتذكرك بالبلد. أنا ما عاد لي بالبلد شيء غير البيت. ولا شيء؟ حتى زوجتك؟ هلا سعاد مرة وجوانا مرة. حسنا أنت عن جد؟ سعاد بتكون نسيتني. بنات ضيعتنا مو من هالنوع يا أستاذ. حسان؟ أنت بترسل رسائل لسعاد؟ ليش السؤال؟ لانه بكل رساله بيسالوني عنك. وانا حلفتك ما تجيب سيرتي. اطمن، مثل ما وعدتك وفيت. بس على اساس انك سيدي انا واثق سعاد بتكون تزوجت. مستحيل الحكي. الا كان بتكون مجنونه. مجنونه؟ اي طبعا مجنونه. لكان في مره براس عقل تنتظر رجال صار له سنه ونص ما بعت له مكتوب. حسان معقول الحكي اللي عم تحكيه؟ معقول الحكي اخي، انا قررت استقره. طيب وسعاد؟ وانت شو دخلك بسعاد؟ عفوا انا بحس انها مثل اختي. احس على كيفك. المهم انا يمكن روح على البلد بيع البيت زفت واجي. انت اللي زفت وحدك. صالح ارجوك. ها اسمع حسان، من هاللحظه هي لا بعرفك ولا بتعرفني. يا سيدي ما هالمعرفه. لك عن جد انت واحد اللي الاصل. حسان ايش فيك على طول منرفز؟ احنا مثل الاخوات. مشان ضيع العباية وسخ وغبرة وضجة رح يضربنا السيد صالح. خلاص صالح روح سوي شاي. ولا أنا بروح سوي. أخي هاي حياتك وانت حر فيها، وأنا آسف لأني دخلت. يا صالح أنا هون صارت ضيعتي. لك ممكن تفهمني ليش؟ حدا قصر معك بشي؟ ضيعتنا بحياتها ما كانت ظالمة. ضيعتنا ضيعت ناس بوسطاء طيبين مليانين بالصدق والمحبة. لعطل مو بالضيعة، لعطل فيك أنت حسان. إيه؟ لك أنا بتذكر أمي بحياتها ما خيطت لي قميص الا خيطت لك واحد تاني مثله. نسيت؟
نسيت عمك ابو خليل قديش تعب بطريقك؟ بعرف بعرف، وطول عمرها الشفاء اللي كانت تذبحني. انت اللي ما قدرت تميز بين الشفاء والمحبة، بين الصح والغلط. ضيعتنا ضيعت ناس طيبين بيناموا بفيقوا على صوت الله اكبر. ضيعتنا بتعرف الواجب وبترعى اولادها. حسان، اذا بتسمع مني هالنصيحة انسى شيء اسمه جوانا. ما بدي ما بدي. ايه حسان، مثل ما قال لك فرحان، وخلينا نرجع سوا. بكفي بقى زل وبهدله بهالبلاد، واذا كنت انا غلطت معك فانا بكرر اعتذاري لك. ايه نجاح، شلونك؟ شو اخباري؟ الحمد لله ماشي الحال. خير في شيء؟ لا لا ابدا. نجاح، انت ليش ما بتحكي مع سعاد؟ عن شو بدي احكي لها؟ ولا شيء، بس يعني انت بتعرفي انا من زمان معجب فيها، يعني من قبل ما تتزوج حسان. ايه، والمطلوب؟ يعني اذا بتطلع حسان انا مستعد اتزوجها. ايه بس انت متجوز وعندك اولاد. ايه شو فيها؟ الشارع محلل لنا اربعه، بعدين احوالي ميسره والحمد لله. نجاح شوفي، اذا انت بتدبري هالموضوع هاد الك عندي حلوان محرس. وينك؟ الاحسن تروح تشوف شغلك، احسن ما اشكيك لمدير المنطقه. ليش انت لئيمه؟ ناس ما فيها خير. ست نجاح، رسالة إليك. يسلموا إيديك. هاي من أختي من الكويت. يسعد لي هالمسا يا أحلى معلم. أهلين خليل. بتعرف بي، خايف بكون هالمرة عقلاتي غلطانة معي. بشو لك ابني؟ يعني العالم عم تترك كل شيء وتركض ورا المصاري، ونحن قاعدين ملبسين بهالمنشرة لا شغلة ولا عملة. تفضل. شو قصدك؟ ما فهمت عليك. يعني هلا برأيك، لو حسام ما ريش برا ما كان من زمان رجع الضيعة. ما بعرف. أنا بعرف، حسان بزماناته مشان خمس وراء قتلني قتلة جواني فيها شوي. يا ابني يا خليل، الرجال اللي بتضيعوا المصاري هذا مو رجال. ولك محروق قلبي على شباب الضيعة، هذا بيترك مدرسته وبيبيع دخان، والتاني بيسافر وما بيعود بيرجع، والتالت بينصب وبيزعبر على الناس، والرابع ما بعرف شو. شايف لك هن اللي ماشي حالهم. لا يا خليل لا، يا ما في بهالضيعة ناس صابرين وعايشين مستورين، فيهم ينصبوا فيهم يغشوا بس ما بيساووها. بيكونوا خايفين من الشرطة بيه. لا يا ابني لا، في مثل بالضيعة بيقول الحرامي له كل الدنيا، لكن اللي بيخاف على سمعته وكرامته ما بيمشي إلا على الصراط المستقيم. يعني أنا ماني غلطان بي لأني بحب صالح أكثر من حسان. لساتك لاحق الرجال لبرات البلد؟ ليش هذا قلو بلد؟ الله يساعدك يا أختي سعاد، الله يساعدك. القرار صعب يا نجاح، أنت بتعرفي مو مألوف بضاعتنا المرة تطلق جوزها. أنا رح أنتظره لأنه هذا واجبي. إذا كان مو ميت الله ليقدر، ولا محبوس، ما في مبرر ليساوي هيك إلا إذا ما عاد بده ياني. وبهيك حالي هيك رجال ما بينبكى عليه. شو شايف الاستاذ صبحي مأزون اليوم؟ شو اشتقتي له؟ اعوذ بالله. تعرفي صاير عم يزيدها معك، كان بزماناته بده اياكي، ويمكن عم بيقول لحاله اذا صار ما صار بينك وبين حسان. شايفي هالموقف اللي حطنا فيه السيد حسان؟ دورت كل الدوائر ما لقيت المعاملة. عجيب، وين راحت؟ لا تكون بدرج الاستاذ صبحي. ايه بس شو له مصلحه يخبيها؟ يا بنتي، في ناس بتدفع الاف الليرات حتى تاخر معاملات ناس تانيين. اساليني انا بعرف، قضيت عمري كله ضارب الي كاتبه، وعرفت كثير. ويا ريتني ما عرفت. كل الحق على سفره صالح، راح وتركني لحالي معه. اسكتي هلا بتسمعك. يا سوسن، انا ما بتمناك تزعليها. أساساً إذا في حدا لازم يزعل هو أنا. رح يصير عمري 30 سنة ولسه ما تزوجت، وهي السبب. بعرف والله بعرف يا منى،
كل ما اجاني عريس بتقول له منى مخطوبه لابن اختي، وبس يرجع من السفر رح يتزوجوا. ورجع ابن اخته ومعه مره واربع اولاد وبيت انا بالبيت. منى عبده بحبك بس امي ما بتحبه، صار حاكي معي مشانك ثلاث اربع مرات. اذا ما رجع صالح ما رح تنحل مشاكلنا. بدي اعرف امك ليش ما انا رضياني عن عبده. شو بعرفني؟ قال سمعته مو منيح. بعمرة ما سمعنا عنه كلمة ما بتسوى. تعرفي؟ أحيانا بحس إن رايدتني أقعد ورا مكانة الخياطة كل العمر. منى، أنتِ مقتنعة بعبده ولا لا؟ ما بعرف يا سوسن، ما بعرف. كلنا بنعرف عبده. كل ما شاف بنت بحبها وهو مو سائل على شيء. أحيانا بحس إنه بحبني. أحيانا بتختلف كل الأمور معي. إيه خليل، شبنا؟ هلا قل لي إذا شفتني مع منى مرة تانية تهجم علي وتضربني؟ لا بس قلت لك والله مناخيرك بشلك إياها وعينيك مقلعه. لك لا يا خليل، مو على أساس صرنا صحبة وركبتك بالسيارة وركبتك يا وافة كمان. أخي أنت مانك منيح، أنت كل يوم بتطالع معك وحدة، وينك؟ إذا مشان سيارتك هي البغلة عم تضحك علي تضرب أنت وسيارتك. قال ما بيفهم. قال والله بفهم بلد. طلعت أنا ما بفهم، عمري إن شاء الله ما أفهم. يا أمي إذا أم صالح بذاتها من كم يوم حكت لي هالحكي؟ لك تقولي اللي بدها إياه. أم صالح قولي خالته، وشو الفرق؟ مين اللي رباها هو وأخته؟ المرحوم أبوه جابها من شان صالح ومنى، والله حننها عليهم. كان صالح عمره ست سنين يوم اللي توفت أمه. أنا بس أخلص أعمالي راجع، يمكن أمر عليك بس مو قبل ما أشوف أهلي. طيب شو رأيك تجي معي على الشام؟ تعد لك كام يوم تغير جو، بعدين بتكمل سفر لعند أهلك. بذاك الوقت يفرجها الله. فرحان مو ملاحظ إنه حسان ما عاد مر لعنا يا دوب بالعشر أيام مرة؟ صالح؟ نعم. محرم تخبي على زوجته هذا الوضع اللي هو فيه.